بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، محاضرتنا هي الفصل التاسع منظومة الاشتعال الجزء الثاني. أولا، عوامل تقييم أداء غرفة الاحتراق. من العوامل الأساسية لتقييم أداء غرفة الاحتراق أولا خسائر الضغط، ثانيا كفاءة الاحتراق، ثالثا توزيع درجة حرارة الغازات الخارجية، ورابعا استقرارية اللهبة، وخامسا شدة الاحتراق إضافة لعوامل أخرى. Pressure loss and pressure loss factor. بطبيعة الحال نتيجة لدخول التيار الهواء إلى غرفة الاحتراق ثم عملية الخلط ثم الاحتراق، لا بد من وجود خسائر، والتي تظهر على شكل نقصان بالضغط الكلي. هنالك نوعان من الخسائر، أولا الهوت لوس أو فاندمنتال لوس، وهي بسبب فرق درجات الحرارة TO3 إلى TO2 الخارجة من غرفة الاحتراق والداخلة إلى غرفة الاحتراق. والنوع الثاني هنالك خسائر Cold Loss، وهي بسبب الاحتكاك والاضطراب لتيار الهواء، وكذلك نتيجة لعملية الخلط داخل غرفة الاحتراق. مجموع الخسائر تقارب 2 إلى 4% من PO2 الضغط الخارج من الضاغطة، ويكون الكولد لوس أعلى بكثير من الهوت لوس. لو أخذنا معادلة الزخم أحادية الاتجاه محور اكس على سبيل المثال، وفي مجرى ذو مساحة مقطع ثابتة، فالتغير قوة الضغط تساوي التغير في الزخم، المجموع الكلي يساوي صفر، وحيث ان ماس فلو ريت والكثافة في الاريا في السرعة، اذا ممكن نعوض وتصبح المعادلة 9-2. فرق الضغط عبر غرفة الاحتراق يساوي رو 3 سي 3 سكوير ماينس رو 2 سي 2 سكوير مع ملاحظة إشارة السالب. من معادلة برنولي كلي يساوي الضغط الاستاتيكي زائدا الضغط الديناميكي، وبالتعويض إذن فرق الضغط الكلي عبر غرفة الاحتراق يساوي كما هو موضح بهذه المعادلة. والآن ممكن أن نعوض عن فرق الضغط الاستاتيكي من المعادلة 9-2 في المعادلة 9-3 لنحصل على المعادلة 9-4. والآن بالقسمة على رو 2 سي 2 نصف رو 2 سي 2 نحصل على المعادلة 9-5، والتي تمثل دلتا بي نوت كولد، نحصل على المعادلة 9-5 وهي تمثل الخسائر الباردة نورماليزد بالإنلت دايناميك بريشر، فتكون بدون وحدات. ونلاحظ أن رو 3C3 تساوي رو 2C2 فتختصر، فيبقى بالمعادلة C3 إلى C2، بما أنه الأمدوت is constant فنستطيع أن نعوض عن السرعة ratio بالdensity ratio. الآن للمعادلة 9-5 ممكن أن نستمر بالتحويل، حيث أن الكثافة تتناسب مع معكوس
درجة الحرارة للإجراء بضغط ثابت، أي بمعنى ويساوي T2 إلى T3، وحيث أن الجريان incompressible low speed، أي أن ماخ نمبر يساوي أقل من 3 بالعشرة، ومن الأيزنتروبيك ريليشن لو عوضته سترى أن الفرق أقل من 1%، فبالتالي stagnation property يساوي static property. هذا ينطبق على PO، وبالتعويض نحصل على المعادلة 9-6، وهذه تمثل الخسائر الحارة normalized by inlet dynamic pressure. فإذا مجموع الخسائر الكلية هي مجموع الخسائر الباردة والخسائر الحارة، وكما قلنا بحدود 2-4% من PO2. هذا الرسم، هذا المقدار هو TO3 إلى TO2، وممكن أن نعطي الخسائر بدلالة هذا الإلت دايناميك هيد، وهو مشابه تماما إلى الإلت دايناميك بريجر، إلا أنه هنا السرعة هي المين فيلوسيتي آت ماكسيمم كروس سكشن أريا، وتساوي من التجارب على منصات الفحص K1 plus K2 في هذا القوس، حيث أن CM كما قلنا هي تساوي السرعة المتوسطة عند الـ A maximum. لو لاحظنا أنه هذه القيم أقل ما يمكن 18 للـ annular type combustion chamber، أي هي الأقل خسائر، وكما قلنا هذه تستخدم في محركات الطائرات الحديثة خاصة الانترسبتر، والتي تكون أيضا من ميزاتها التبسيط في التصميم وخفة الوزن، ولكن لها مشاكل في استقرارية وديمومة اللهبة. ويمكن إيجاد علاقة بين الخسائر، وهذا يهمنا، إلى PO2 ضغط الاستاجنيشن عند بداية الكمبوسن شامبر، وبالتعويض وبترتيب المعادلة بهذه الطريقة دلتا PO إلى PO2 يساوي دلتا PO إلى النت دايناميك هيد. الآن هذا الرقم يمثل لي البريشر لوس فاكتور، وهذا الرقم ممكن أن نعوض كما موضح لدي ونحصل على هذا الحد، وهذا الحد نوعا ما بالنسبة إلى غرفة الاحتراق يعتبر ثابت، الأندوت TO2 والA كما قلنا maximum cross section والPO2. هذه القيم أي نسبة الخسائر في غرفة الاحتراق بالستاجنيشن بريشر إلى الستاجنيشن بريشر at compressor inlet كما قلنا من 2-4، حقيقة من التجارب بالنسبة للمحركات الجوية من 4-7%، وللمحركات الأرضية من 6-9%. Fuel Air Ratio and Combustion Efficiency، كفاءة الاحتراق تعتمد على نسبة الفيول إلى الهواء. لغرض حساب الفيول اير ريشيو اف المطلوبة لتحويل يونت ماس واحد من الهواء عند درجة TO2 درجة الدخول واف كيلوغرام اوف فيول ات TF فيول تمبرتشر إلى كتلة واحد زائدا اف كيلوغرام من البرودكتس نواتج الاحتراق عند درجة TO3 درجة الحرارة الخارجة من غرفة الاحتراق. ويمكن كتابة معادلة الطاقة للجريان المستقر، هذا يمثل لي
هذا يمثلني الإنتاج الكلي للهواء الداخل، وهذا يمثلني الإنثالبي الداخل لكسر الوقود، لابد وأن يساوي الإنثالبي الكلي للبرودكتس للنواتج زائدا الحرارة المنبعثة من كسر الوقود. دون الدخول في تفاصيل معمقة، وإن شاء الله في موضوع الاحتراق ستتناول هذا الموضوع، وحيث أن الهدف هو الحصول على فيول اير ريشيو، ممكن استخدام شارت بدلالة درجة حرارة الدخول إلى كومبشن تشامبر والفرق بين درجة حرارة عبر الكومبشن تشامبر، فنحصل على الفيول اير ريشيو. هاي المخططات للأعلى، وهذه المخططات للأسفل. Fuel used in gas turbine. نعم، أنواع الوقود المستخدمة في الغاز توربين لابد أن تكون سائلة أو غازية. يفضل استخدام بطبيعة الحال الغاز الطبيعي، لأن نواتج الاحتراق تكون أقل من الملوثات خاصة الصلبة. مع مرور السنوات تنامى استخدام الغاز الطبيعي في المحركات التوربينية الغازية، وهذا المخطط يمثل نسبة زيادة استخدام الغاز الطبيعي في المحركات التوربينية. Higher and lower heating value. القيمة الحرارية للوقود العليا والواطئة، طبعا هذه خاصية من خصائص الوقود. نقصد بمجمل الطاقة الحرارية الكامنة في الوقود بالHigher Calorific Value. فلو احترق الوقود فسيعطي هذه الطاقة عند الاحتراق التام، ولكن نتيجة لتكون الماء H2O، ولا بد للماء أن يتبخر من درجة حرارة البدء إلى درجة حرارة الاحتراق، فهو سيمتص جزءا من الطاقة الحرارية لأغراض التبخر، فبالتالي نخسر جزء من الحرارة الكامنة في الوقود، فنسمي متبقي الحرارة التي نستفاد منها عند الاحتراق التام باللور كالوريك أو هيتينج فاليو. صفات الوقود أو خصائص: أولا الكثافة النسبية، وكانت تسمى سابقا specific gravity، وهي دالة على ما يمتلكه حجم من الوقود على كمية من الطاقة. فمثلا لتر من الوقود السائل الكيروسين كثافته 0.81، ويعطي طاقة إجمالية عند الاحتراق التام بحدود 35 ميجا جول، وهي النسبة لوزن وحدة حجم من الوقود عند درجة حرارة ريفرنس 289 إلى وزن نفس الحجم من الماء الصافي من الماء النقي عند درجة حرارة 277 جلفن، يعني 400، والذي تكون كثافة الماء فيه هايست أعلى ما يمكن. تتراوح الكثافة النسبية للوقود السائل 72 إلى 97% من كثافة الماء النقي عند درجة حرارة 400. هذا الجدول يمثل لي بعض خصائص الوقود السائل. يستخدم المعهد الأمريكي للبترول هذا الرمز American Petroleum Institute Gravity، ويحسب من هذه المعادلة
أو من هذا الرسم. وكلما ازدادت IPA للوقود السائل أعلى من 10 كلما كان أخف ويطفو فوق الماء، وإذا كان أقل من 10 فهو أثقل. تيرم آخر من صفات الوقود هو Molecular Mass. طبيعة الحال من التجارب المختبرية يمكن إيجاد الكتلة المولية، ولكن هذه المعادلة التي يعطيها معهد البتروليوم الأمريكي يمكن أن تستخدم، وكما لدينا في الرسم لهذه المعادلة، هذه تجارب وهذا كير فيتنج. وبالنسبة للكتلة المولية تستخدم عند الحسابات الكيميائية لإيجاد الحرارة المنبعثة، كذلك نقطة السكب، ويجب أن يمتاز الوقود بالسكب السلس عند درجة لا أقل من 20 فهرنهايت، أقل من الأمبيانت تمبرتشر. فلو كانت عمليات الطيران عند صفر مئوي يجب أن يبقى الوقود سائلا قابلا للسكب عند درجة حرارة سالب 11 مئوي. الفيسكوسيتي اللزوجة، وهي دالة للخسارة الاحتكاك في الأنابيب، وتقاس اللزوجة بالسنتي ستوكس. هنالك تحويل بين السنتي ستوك وبين وحدات اللزوجة M سكوير بير سكند، وتقاس الديناميك فيسكوسيتي بالسنتيبويز، وواحد سنتيبويز يساوي واحد في 10^-3 باسكال سكند. هذه وحدات اللزوجة بالهندسة الميكانيكية، وهذه وحدات اللزوجة بالهندسة الكيميائية. متطلبات الوقود، يجب أن تكون القيمة الحرارية أعلى ما يمكن، والوقود السائل الثقيل لديه قيمة حرارية أعلى مما هو للوقود الغازي. النظافة، يجب أن يكون الوقود النظيف، والوقود الغازي هو أشد الوقود نظافة، أي أن نواتج الاحتراق التام هي حرارة وماء وثاني أكسيد الكربون. كوروزيفيتي، وهو التآكل الكيميائي بسبب احتواء الوقود على بعض المركبات التي تسبب تفاعل كيميائي مع جدران الأنابيب، ولا يمكن استخدام وقود هو في نفسه يؤدي إلى تفاعل مع المعدن. يستخدم هكذا أنواع من الوقود ربما في المحركات الصاروخية ذات الإطلاق الواحد. هنا الديبوزيشن والفويلينج هو نوع من ترسب القشور، الرواسب والقشور. في بعض الوقود هنالك مركبات أثناء عملية الاحتراق ممكن أن تترسب وتكون قشور على الجدران الداخلية لغرفة الاحتراق وعلى أسطح ريش وجدران التوربين، والتي تسبب انسدادات لفتحات مثلا التهوية، تآكل كيميائي لأسطح غرفة الاحتراق، وهذا لا يجوز، ويجب أن يعامل الوقود سائلا كان أم غازيا في المصافي للنوع الذي يستخدم في محركات الطائرات بشكل استثنائي. لذلك نجد أن أسعار الوقود الجوي غالية نوعا ما. أيضا من الخصائص يجب أن يكون متوفرا، فلا يمكن أن نصمم غرفة احتراق تعمل على وقود غالي الثمن يصنع في المختبرات. مشاكل تلوث الهواء، أولا السموك، أولا الدخان. طبعا هنالك ستكون مناطق
نقطوية ضمن منطقة الاحتراق يحدث بها نقصان في كمية الأكسجين، فيصبح المزيج غني جدا مما يبعث كربون، فنرى اللون الأسود في الدخان. فالمصمم يجب أن يضمن وصول أكسجين كافي لتلك المناطق لتجنب ظهور الدخان الأسود. أما الدخان الأبيض هو بسبب نوعية الوقود أو احتراق الكمية من الزيت كما يحدث في بعض المحركات. المركبات غير المحترقة الهيدروكربونية، وقلنا هذا الموضوع، نحتاج إلى رفع درجة الحرارة وإضافة أكسجين كافي. هنا يحدث العكس، رفع درجة الحرارة يسبب زيادة ملوثات أكاسيد النيتروجين. فالحقيقة يجب أن يكون في درجة الحرارة optimization، لا تكون قليلة فتزيد من المركبات الهيدروكربونية غير المحترقة، ولا عالية فتزيد من أكاسيد النيتروجين السمية. وقد تناولنا سابقا كيفية معالجة هكذا موضوع. Firing Ignition System، منظومة الاشتعال Firing أو القدح. طبعا يدخل الهواء بسرعة قليلة، وعندما يبدأ الضغط بالدوران بفعل الستارتر محرك تدوير خارجي إلى أن تصل سرعته إلى سرعة الاشتعال Cranking Self Sustaining Speed، وهي بحدود 15 إلى 20% من سرعة المحرك عند الدوران الأقصى، ونبقى على تلك السرعة لثواني حتى نطرد متبقي الوقود المنسكب في غرف الاحتراق، وهذا ليس بخطر وإنما في التوربين وفي الأجزاء اللاحقة كما في الطائرة الجيت بايل، لمنع حدوث لهبة. ثم تبدأ ميكانيزم إدخال شمعة القدح إلى بيرنرز، وتبدأ عملية الجدحة 1 إلى 2 جدحة بالثانية بفولتية عالية جدا، حوالي 25 ألف فولت حسب التصميم، طاقة بحدود 30 جولز. طبعا تدخل شمعات القدح من الجانبين الساعة 10 والساعة 2، أي ليس 180 درجة. وعندما يبدأ الاشتعال داخل غرفة الاحتراق، اللهبة ستنتشر عبر كافة أجزاء غرفة الاحتراق بفعل أما التصميم كما في الأنيولر، أو بفعل Connecting Pipe الذي يوصل اللهبة إلى كافة الغرف. عند هذه اللحظة الميكانيزم تسحب شمعات القدح من منطقة الاحتراق إلى الخارج ضمن المحرك طبعا للحفاظ عليها من التلف بسبب درجات الحرارة العالية ضمن منطقة الاحتراق. شركات متعددة متخصصة في صناعة هكذا شمعات قدح مثل الطائرات. Combustion Process، إجراء الاحتراق كما لاحظنا أو تناولنا سابقا يشمل مراحل من العمل. أولا خلق الفيول دروبلت مع الهواء، ثم يشمل التبخير لتلك الدروبلت، الميكسينج بواسطة سويرلينج، هنالك سويرلينج بفتحات مائلة بزاوية كما تناولنا، فيحدث عملية خلط بين دقائق الوقود التي تأتي بضغط عالي وبين الهواء الذي يدخل على غرفة الاحتراق في منطقة الاحتراق من ريش نوعا ما تساعده على التدوير، ثم تبخير تلك الدروبلتس الصغيرة إلى حجوم صغيرة جدا. وكذلك بسبب هذا الفعل فإن النفوط الهيدروكربونية الثقيلة ستتكسر إلى أجزاء أخف مساعدة في الاحتراق.
ثم الخلط التام مع جزيئات الأكسجين، ثم عملية الاحتراق نفسها. عملية الاحتراق نفسها في الفصل الثاني مع في مادة الاحتراق، ضرورة أن تكون درجة الحرارة عالية ابتداء في منطقة الاحتراق لضمان أن تتم تلك العمليات بكفاءة. أن الوقود الغازي قد يقتصر بعض المراحل، لأن الوقود الغازي أساسا هو بخار. طبعا في بداية الاحتراق كما قلنا، ولضمان بدء الاشتعال وديمومة اللهبة واستقرارها، فيكون المزيج غنيا. عادة تكون الـ Air Fuel Ratio مقلوب الـ Fuel Air Ratio 100 جزء هواء إلى 1، هذا هو المتعارف. فلضمان بدء وديمومة واستمرار الشعلة يدخل 15 إلى 20% من الهواء إلى منطقة الـ Primary Zone لضمان الاشتعال واستمراريته. ثم لاحقا في المنطقة السكندري يدخل بحدود 30% من الهواء لعملية تلطيف الاشتعال، فيصبح المزيج هنا فقيرا لين ميكستشر، هنا ريتش ميكستشر. إذن 50% المتبقي سيدخل لاحقا في منطقة الديليوشن زون كما قلنا سابقا، وذلك لتلطيف درجة حرارة الغازات الداخلة على التوربين بما يتحمله معدن ريش وجدران التوربين. لهنا تأتي المحاضرة. شكرا أعزائي الطلبة.